هنا نقطة البداية لتنفيذ مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بشقها المتعلق بتوزيع المستلزمات المدرسية بالمجان. يتم تجهيز المستلزمات المدرسية بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بحيث تكفي احتياجات الطلبة وبجودة عالية، ووضعها داخل حقيبة مدرسية تمهيدا لتوزيعها على المستفيدين في كافة محافظات الجمهورية. بعد الانتهاء من التجهيز تبدأ المرحلة الثانية، وهي الانطلاق بالسيارات المحملة بالحقائب المدرسية وما بها من مستلزمات مدرسية إلى الأماكن المستهدفة بالمحافظات المختلفة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. عقب استلام مديريات الأمن لتلك المستلزمات، قامت بإيفاد مأموريات إلى المناطق الحضارية وإلى دور رعاية الأيتام لتتولى توزيع المستلزمات المدرسية على المقيمين بها من الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة، بهدف مساندتهم ودعمهم مع قرب بداية عام دراسي جديد من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي تحرص على تفعيله. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. النهارده جينا استلمنا الشنط بتاعت اولادنا، مبادره كلنا واحد. احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويا ريت المبادرات دي تبقى معانا على طول. فرحت لما فتحتها وشفتها حاجات كتيره قوي انا بستخدمها في المدرسه، ففرحت جدا قوي بالحاجات اللي فيها. انا جيت النهارده خدت الشنطه وحلوه قوي، وفيها كراريس ومساطر وحاجات جميله جدا. كما أقامت بعض المديريات شوادر مجهزة لاستقبال الطلبة وتوزيع المستلزمات المدرسية عليهم، وهو أمر أدخل الفرح والبهجة على نفوسهم لاهتمام وزارة الداخلية بهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. وحرصاً من الوزارة على توسيع قاعدة المستفيدين من المستلزمات المدرسية التي توزع بالمجان، تم توجيه مأموريات إلى المنازل تتولى عمليات التوزيع. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. خدت الشنطة وفرحت قوي باللي فيها، كانت حاجات جميلة قوي. فرحت جدا النهاردة لما استلمت الشنطة. إحنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا، دايماً هنا شرطة وشعب. إهداء الحقائب المدرسية للطلبة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد يأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 19 برعاية رئيس الجمهورية، التي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إلى جانب إهدائها للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة أنحاء الجمهورية. لو تحتاجينا بتلاقينا، دايماً هنا شرطة وشعب، احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك. بنتوجه بالشكر لوزارة الداخلية، احنا دايماً بنفتكر أولادنا في جميع المناسبات، وده حاجة بترفع من روح أولادنا المعنوية، واحنا بنشكرهم على اللي هما بيعملوه معانا بصراحة. تحيا مصر، وبحبك يا ريس. دايماً هنا شرطة وشعب.